السلام عليكم البنات والميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا والف مرحبا بالجميع معايا. كيف ما كتشوفوا معايا الروتين ديال النهار الثالث من بعد العيد، بصراحه روتين تحفيزي ان شاء الله. غنحفزكم ان شاء الله على التنظيف ديال المطبخ، فالمطبخ ديالي ولا شويه حالته. المهم هذا النهار قررت انني ننظفو مزيان، المهم غنردو ان شاء الله كيشعل. وها انتما معايا، فانا بديت من بعد ما فطرت وليداتي، فانا صايمه الله يتقبل. من بعد ما فطرت وليداتي هاني كنغسل الماعن صافي، وغنضربها بواحد الفركه لهاد الكوزينه. وها انتما معايا، المهم تبعوا معايا جميع المراحل. وما تنساونيش خواتاتي من لايك واشتراك وتعليق محفز. مخدمه الفيديو، خليوا واحد اللايك لختكم وشكرا لكم. كيف ما شفتوا معايا فانا غسلت الميعنات، وغنبدا ان شاء الله من البوطه. كيف ما كتشوفوا كنوضع الصابون ديال الماعن، وغنزيد شويه ديال الماء مع جافيل، وحيدت الريوس ديال البوطه حتى كنغسلهم مزيان ونشفهم عاد كنردهم صافي. وكنوضع هكا ورق الطبخ في هاد التقيبات ديال الريوس ديال البوطه باش ما كيدخلش ليا فيهم الصابون. وزدت فوق البوطه شويه الماء مع جافيل ونخليها ترقد. نخلي البوطه ديالي ترقد شويه باش يرطب داك الوسخ باش يتحيد ليا دغيا بالزيكس الرقيق. كيف ما كتشوفوا صافي، انا غنمر ان شاء الله غنعمر القريعه ديال الزيت، وغنمسح القريعه ديال العطريه ديالي مزيان. المهم اي حاجه ها نتوما، اي حاجه درتها ها نتوما معايا ان شاء الله. كنتمنى الروتين يعجبكم ويحفزكم ان شاء الله، وتنوضوا وتنظفوا. وكي دوزتوا هاد الايام المباركه ديال العيد، كنتمنى تكونوا دوزتوهم على خير واموركم مزيانه ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا معايا كنمسح القريعه ديال العطريه، فانا فزقت هاد السربيته بشويه الخل والماء وكنقي القريعه ديالي مزيان صافي. وغنبدا نحك الحيط كيف ما كتشوفوا بتيدو جافيل، ومن بعد كناخذ هكا واحد السيفون وكنشلو مزيان بالماء نقي، وكنبدا نمسح داك التيد مع جافيل وكنشف مزيان. بصراحه من بعد رمضان والعيد قررت انني هكا ننظم شويه هكا الكوزينه. بالنسبه هكا للماعن اللي ما كنكونش كنستعملهم دائما، كنت كنستعملهم مثلا هكا في رمضان وما كنستعملهمش داك الاستعمال اليومي، فانا رديتهم لبلاصتهم. المهم حاولت انني ننظم المطبخ ديالي وننظفو مزيان، وحاولت انني نتشارك معاكم باش نحفزكم وتنوضوا حتى نتوما وتشقاو وتنقيو. وهنايا فانا خديت الزيكس الرقيق اللي كنحكو به الماعن، هو باش كنحك البوطه ديالي باش كيتحيد هكا الا كان شي دسم او لا شي حاجه هكا محروقه باش كتحيد بسهوله صافي. غنكمل ان شاء الله الحكان صافي. وكناخذ هكا واحد السربيته اللي كنكون هكا كنمسح بها من بعد ما كنحك لا الحيط ولا البوطه ديالي ولا تحت البوطه، كلشي المهم كلشي كنحكو مزيان. كيف ما قلت لكم كناخذ السربيته هكا كنبدا نعصرها مزيان في الماء يكون نقي، وكنبدا نمسح ونشف مزيان. اوكي داير عندكم الجو بصراحه، حنا الحراره هذا النهار ديال السبت نهار ثالث عيد عندنا الحال سخون. ايوا الحمد لله على كل حال.
وكيف ما كتشوفوا معايا خواتاتي بيني ولافابو ديال الالومنيوم، فداك الزيكس الرقيق هو اللي كيخليهم يتنقاو مزيان، وكنزيد هكا كنحكهم بالشيته مع الصابون ديال الاواني وجافيل. بصراحه فركت الكوزينه ديالي، الفركه ديال القلب، بردت فيها قلبي هذا النهار. ايوا صافي، وهاني كنكمل. غتكونوا شفتوا معايا واحد السبيكه صغيره كنحطها دائما في لابابو. فانا هكا الا كنت كان عندي البريق ديال اتاي داك التخت اولا هكا كنخوي عليه الماء وكنخويه في ديك السبيكه باش ما كيمشيش ليا داك التخت، كيسد لينا لابابو دغيا. المهم دوك الاوساخ هكا اللي كيكونوا مع الماء هكا في المواعن دائما كنخويهم في السبيكه باش كتصفى ليا. صافي، بعد ما كنصفي كنخويها في السطل ديال لابوبيل حساكم. وهنايا بعد ما كملت كنوريكم الكوزينه الشكل ديالها النهائي. بصراحه احساس زوين ملي كتكون هكا الكوزينه نقيه. وهنايا بعد ما كملت صافي فيقت كوزينتي ونشفتها وبديت كنوجد الغداء. غنوجد معكم ان شاء الله غدي وسهله مهله وكتجي لذيذه. المهم عندي هنايا البطاطا، واحد ثلاثه ديال البطاطات كبار نقيتهم وقطعتهم مربعات وحطيتهم في الماء باش يتسلقوا. غنزيد الملح على حسب الذوق. صافي نخلي البطاطا ديالي تسلق. وهنايا البطاطا باقا كتسلق، قطعت واحد جوج بصلات كبار واحد الفلفله كبيره، وكنزيد واحد الثلث ديال الكاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، وغنزيد شويه ديال الابزار والملح على حسب الذوق. صافي ونخليهم يتشحروا مزيان. وهنايا بعد ما تشحرت ليا البصيله مع الفلفله والبطاطا ها هي تسلقات، غنبدا نصفيها ونزيدها فوق منهم. صافي كنصفيها مزيان من الماء وكنزيدها. بصراحه كتجي الغديوه بنينه، كيحماقوا عليها الوليدات. وعندي واحد العلبه ديال الطون، ماشي ضروريه الا ما كانتش عندكم، صافي كتكتفيو غير بالبصله مع الفلفله والبطاطا، هادو هما اهم حاجه. صافي كنزيدها، كنحاول ناخذ غير بالمعلقه باش ما كنديرش الزيت كامل اللي فيها. صافي ونخلط مزيان. كيف ما كنقول لكم دائما نقضيو بداكشي اللي عندنا. ممكن انكم ديروا حتى الصدر ديال الدجاج من الاول تشحروه مع البصيله والفلفله، وممكن انكم ما ديروا لا صدر ديال الدجاج لا طون، وتكتفيو غير بالخضيره. وهنايا غنزيد البيض، عندي واحد خمسة ديال البيضات كيف ما قلت لكم، كيبقى على حسب عدد الافراد ديال الاسره واش نتوما كثرتوا من الاكله ديال البطاطا والاخر او لا. لا ممكن انكم تزيدوا في الكميه او لا تنقصوا على حسب الرغبه ديالكم. المهم نهرس البيض. انا عندي خمسة ديال البيضات. وهنايا عندي الملح على حسب الذوق، واحد نص معلقه صغيره. وغنزيد هنايا كزبر ومعدنوس مقطعين. وغنزيد فلفل حمرا حلوه، كنزيدوا شويه الهريسه الا كتعجبكم. فانا درت معلقه صغيره وزدت واحد الشويه. صافي غنزيد شويه ديال الابزار. صافي نخلطهم مزيان. بعد ما خلطتهم مزيان بهذا الشكل كنبدا نوزعها في المقله كامله. صافي كنبدا ندخل شويه البيض هكا لداخل ديال هاد الاكله باش يدخل لينا البيض للداخل، ما يبقاش غير من الفوق. صافي غنغطيها ونخليها على عافيه مهيله يطيب ليا البيض.
انا غنغطيها غير بالطبسيل، ما عنديش الغلاقه ديالها، الطبسيل ديال البديع كنغطيوها باش تزمت باش يطيب لينا البيض، والنار ما تكونش مجهده بزاف. ودابا غنوجد معكم العصير، عندي واحد الحبه ديال المونغ، وعندي واحد 6 ديال الحبات ديال الليمون، البرتقال شويه كبار عصرتهم، خديت العصير ديالهم. صافي كنبدا ننقي هاد الحبه ديال المونغ في الكاس ديال العصير او ديال الطحان، وغنزيد عليه العصير ديال البرتقال والسكر على حسب الذوق. فانا غنزيد 4 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده، وانتم على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا كنطحن العصير، وغناخذ الاكله ديالي غنقلبها في الطبسيل ونوريكم كيف كتجي. فانا غنقلبها بصراحه باقا سخونه، غنقلبها ونعاود نقلبها على الوجه ديالها جوج ديال المرات كنقلبها في الطبسيل، شكلها زوين. بالنسبه للعصير ديال المونغ فانا زدت واحد نص لتر ديال الماء بعد ما طحنت مزيان. صافي خويتو هنايا في الكؤوس ديال العصير، والاكله ديالنا كتجي بهذا الشكل، بصراحه كتجي فنه، كتجي رائعه. مشهيتكم فيها، واللي حاملة تسمح ليا جربوها بالصحة والراحة، صراحة كتجي لذيذة ما تيقنعوش منها الوليدات. هذا هو الغداء ديال وليداتي اليوم، اللهم أدمها علينا نعمة وحفظها من الزوال. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ودابا نقطع واحد الطريف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي. هانتوما هذا هو الشكل ديالها، فهي كتجي زوينه. وهذه هي الغديوه اللي تشاركت معكم اليوم، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو ديال اليوم، ويعجبكم اكيد. وما تنسونيش خواتاتي الزوينات من لايك واشتراك وتعليق محفز، فالتعليق ديالكم كيفرحوني. فإلى خلات لي شي وحده شي تعليق زوين كيحفزني وكيخليني نوض انني نصور وانني نعطي كل ما في جهدي، وملي ما كيكونوش يعني ما كيكونش التشجيع كنعكزو اننا نصورو هادشي اللي كاين. كنتمنى منكم تشجعوني، ودابا كنقول لكم تهلاو فريوسكم وفي الصحيحه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.